بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة نورا لينا نشوقنا نوحان لنا ورت كل سودة وادة مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبتي في الله نوحان هل كان كجا جوابي دونا هدو إلهي وقلاده سبحانه وتعالى مسائل دينية ولغا يا أبو ضد أدو فرا بدن أما ضد بدن به إن إستغاد حقصن تعي مركك ودولا لير وأني سودة وين مرحبا وأهلا وسهلا زكريا الشيخ عثمان غاريجا نوين عالم كاه سودة ومرحبا وأهلا وسهلا بك أنت سوغري دونتا إيه أنت كوتشر تبه سودة ودولا ليال أحبتي في الله مسألة مسألة سفي عن وقبك تهدو إلهي وقلاده وليبا مسألة محللك أما مقرانا يساوح اللو يقانو مرحلك سومالي دعيو تقانو أيا هدي إلهي وقلاده سبحانه وتعالى نشيق سفي عن وقفالون دونا حلقان ولا ليال وحان إدين كلا دحبها يهدو إلهي وقلاده إدين كا إيه الشيخ عمر حاتي أحمد سقل وهذا قبرتين إن براها بلشدة أي كوكولان تو سيوين وقفا اللوضو مسائش الديني قاب مارتي فقه إيه قاب حق عقيدة إيه مسائش أي مدو بها انتهي لما انتهي بها أحبتي في الله مركا إن شاء الله وتعالى سودة وهذا مرحبا وأهلا وسهلا بكم مر لبعض إيه مرصد حاد بها عبد الله محمد حاشي كابتن سودة ولال مرحبا وأهلا وسهلا بك دمانتي مورا لي وان سودو وينينا انتي نسلانتي وان سلامينا هذا يا ما سنت هاي شيخ سكرية غاريقة نوين انتي نميشن كوچر تادا شارك ريسان حد وحاد غيب كان نغن ريسان خير كسعودة ضد بضان ايا هلا يا ليفك انت ليف كسعودة ما شاء الله شيخنا شيخ عبد الرساق محمد عرتي سودو ومرحبا واهلا وسهلا بك وحنكر جينينا مسائشان ومسائل فقهية dadkuna ay aad ugu baahan yihiin inaad share gareysaan hadaad share gareysaan dadka idinka saaxiibada in ilaa idin ku jira ayaa ka faa'iideysan doona nuur cadi soo dhow walaal marhaban wa ahlan wa sahlan bik maxamed ayib sheekhana soo dhow marhaban wa ahlan wa sahlan bik sheekhana weyn muassasada badr islamic organization oo hada safar nooga maqan gudoomiyaha guud ee muassasada badr anaga xubnaha ka nahay sheekh abdirsaaq xuseen garweyne مرحبا واهلا وسهلا بك دمانتين اذا ما مود شيء كره مود خصي كره سو دواده هذا نوحان اني كبحيا شيخه مرحبا واهلا وسهلا بك ان شاء الله انك يا شيخ يعني كره بحيا سو دو الشيخ فلي تفضل السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد إلهي ما أذكر سبحانه وتعالى أولا وآخرا وفي كل وقت وفي كل مكان وعلى يالوا ما تنتين لما أنتين نسعود وهذا وحين نكاد لنا إن شاء الله تعالى مسائل علمية فقهية أو أدوكتين ويهان ضمب ضدك إسلام كأما مسلمين تا إنا إسكادح يا عين مسائل كي فقهها أما مذاهب كي أما ضيان أهل أهين أي كهل ضيان مرار بضان مسألة عاوة أنه دي ردة صار إن شاء الله تعالى علماء الإسلام كوحا كقبان قارهان مذهب كالشافعي ومذهب كينا مسألة اللي يقعني مسألة المحلل عربية صومالدنا يتقعنا مرحل كا إن أنه كهذا لنا وحا كيني دروفا كينتي يضع مر والبهدي لجهد العلم أجري يفضل ويهاي قف كده يستانا ومحاكوا هذا أجري علم يفضل هليه حضنا ومسائل المعركة أي صمارد وسخال ضد نفهمين أو سخال ضد كأيو ترجمين ولا لي الواحد أكتهين قف كده مركعة من كذا مركو كفر وصدح ضل قضاء صدح دل قواد مركو كفره اما مرها اسرائيو اما كل محاكو الهارحة كل دواقو
إسلام كوحكو إجماع سنيهي صدح يد الغوضوي دعيان حدبا حديبا أي صدح يد الغوضو كفري ننكي وقبا هذا إنو قرسدو لما أقرأ إلا أنك لا إسوه قرسدو أو ننكا كلا أو لما عامل هذا أو ننكا كلا أفره أو ننكا كلا إدريسي كلا ماتو إلهي با سبحانه وتعالى قرآن كريم كعقول إياهي فإن طلقها حديب أفره فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره زوجا غيره حديء نكادي فراء ضلاقة لما يسترو ومبنى ننكي ورئينا يكون نقطة إلا أنك لا يسوي قرسته شان شردي أرطا ننكاس صدح كفر عدي سواء كما تواكو مدل بعد نكاح صحيح وين قرسته والله نكاح صحيح صف في عمان رمو عمل هذا وصدح كادن بوائن وفرا وأفر كادن بعدديسي وين كذا ماتي وشن شن تاشر دمر كيله هلو بواح يكون نقوم كرتان نكي هراء صدح ذاك وفري صدح ذا أما هل مرة ولا دعين أما حب الله وفرا عيالها خيالي لو ريجان يحبك مجرى ويوكتين تأفرت مدى ودبوحي قبان صدح لما رديل لغو فرأيني هلما رضا دعياني حدبا ننكاستن بأي قرسنا إياه وحاجرت المسألة عن نكاح المحلل نكاح محلل كأه علماته وحي أكرب بحين مذاهبكو مرك هو جودان بين واحد الله ينعي لبق قريبات قريب واحد يعني بطاطا بما صحيه محلل كان نكاح اللي على ما صحيه قريبنا واحد يعني ما هي وصحيه أو نكاح محلل كو وصحيه أو بنائه إمام أحمد إمام مالك وحيره النكاح محللكو مطلقا بما صحيو وحكس دهن يسنا هذا ما صحيرين إمام الشافعي رحمة الله على إمام كينا إمام أبو حنيفة وحيره النكاح محللكا وصحيا هو اللي أقول يهي وقبل دي حلال بأن قوانيسا ننكي دنبا قرسنا إياه مركو كيار أفر وحللو إمام الشافعي إمام مالك إمام أبو حنيفة سيدايري حدا با سيكال عطين أولئكنا صدح قيبال أنو كالئكنا ولمنا ملايبك قولوا وحي لأن مطلقا با نكاح محلل ما صحيه قولوا وحي لأن مطلقا با وصحي إمام الشافعي رحمة الله عليه ومذهبك وسط كاء وحو يري ورديل الشرديانا عقدينا ما صحيو حدان الشردينا وصحيا ساسو قيبيي إنه مركع مذبقين أنه قلنا إيه حديث باجر صوار وري عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وحال قوريي نبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال نبي إذيري لعن الله المحلل والمحلل له رواه الترمذي وغيره بسند صحيح حديث كاس نبي وحو لقفك وحلل إياك وحلو حلو والله عنه يكون عضو حديث كإمام الترمذي يرك الله محدثين وريوان صحيح المحلل بلفظ اسم الفاعل محلل حاجة لغهان هو من يتزوج المرأة ليحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا محلل وكاس محلل وننكاس إسلام بقرسنا إياه إنه أحرى عليه إنك يهوري سدح كفري إلا أنك من نقوم كرم بوقتها إلا أنك رأي سوامرته
والمحلل له بلفظ المفعول محلل له محلل له لفظ المفعول هو من هو الذي طلقها ثلاثا وامتك أول ناقت عن صدح كفري حضب مذبك الشافعي كمرك أين صوق لنا حديث كاس وحيك يجب أبيما الشيك دون صدح قيبات بالو قيب النكاح عن محللك حدي للشرطيه قبلنا وانكو قوريي بشرط مركا لما معاملات مركا وغرس لما معاملات سمحاتك ترى هذا أوتوماتيك أما محاكو إلى هذا تلقائي بيسغفر ميسا بعقدي لو شرطيه كاس وحاران باتفاق ما صحيح ما بشافعي وحين صوق لي ما بشافعي قديسة كجرنا كبرنا وانكو قوري بشرط مكا الله معامل وطمرك ورسال الله معامل وطمرك دخول شبه خريبا كفر ما يساوى كاس وارسكوا فقصية هيا وحاران ما صحيح قيبت الله بعد وحاوي كبرنا وانكو قوري بشرط مركا الله معامل وطوائنا فرطاه وفرسواك الله مسلو هذا محاول جعل الله مسلا يا سبع فهندان كوا فهم هذا درنا الشيخ الجوجل شيخ قوي هاي أو يحرت على سمة فهم دوان لكن تتكفي عنه مسلا علماء الإسلام كأي واحد كوفا سريع ويفهم دوان واحد يرمي لك شافعي وصدح قيود بكام سيا مسلا صدح قول بكو جرته قولك كوباد وحين شيخ إنه واحد هو يجاورنا وين كو جوريه بشرط مركع ظلم عاملاته سأتوماتيك يسافر ما يسايده كاس وحاوي وحاران باتفاق انه ما صحيح مركز قولك اللبعض وحاوي كبرنا وانكو قوريه مركع ظلم عاملاته وعين عضو فرطاه لصعد قول كاس امام الشافعي لو قول بكليه ماذا بكيسة جديدك وحاران استغل ما صحيح واسل معتمد كمذاك شافعي وقبوه كبرنا وانكو قوريي بشرط مركات فرطة لما عاملاته وانا فرطة وقولك اللبادة الشافعية امام شافعي الله قول بكلا يا بين نري قول جديد ومعتمد كشافعية ما صحيح لكن امام شافعي يقول قول كيس قديم كهو الصحيح وهده وسيا خيار اسكاله انه فروي انه هيستوى وحوى الشرط قال لفريد مايو أبي حنيفة نقوى فقصيه أرنقاس قولك صدح هذا إمام شافعي وليه ومنبك شافعي تمت كوى الصحية وخلافك جرين قبرنا عن مركي واروحا كسوه شيء سيدي ورنية وناكتا عن نبا صدح كفرية وناكتا نكون نغضوه ربعاية وحقم محلل وانت الله معامل وتغفر بالك سوه شيء لكن كبرنا مركي اللي مهيرين يا عقدي وحبلغ ومشيقين زوجتك فلانة بنت فلانة بانكو قوري يسنو ساسكو أغبري كاسو الصحية خلافنا كمجرو منبك شافعي دحديس وكذلك أبو حنيفة نبكو وافقصن يهي وكذلك ركلو السلف كيو وين باكو وافقصن صدح لا قول بي شافعي ذو كليهين أدان كو عليه تطلق كو صبير هذا سيئو فهمان محلل كصدح قول باكو جير منبك شافعي قول وحاوي جوادا وانكو جوريي مركا لامو عاملاتو يلا وسي اوتوماتيك سافر ميسا كاس وحاران ما صحيو قول كلامات وحاوي جوادا وانكو جوريي مركا لامو عاملاتو وعيا عدو فرطا كاس شافعي وسو خلافين امام شافعي على الله قول كله قديم يا جديد قديم ما صحيو عفوا جديد ما صحيح كيه الراعي ايو حديب عقدي لسوك اللحق اللي يقبول كيه إجابك وانكو ميريي لكن بشرط وعيان فرطان ما صحيح لكن امام شافعي قديم باوحو كليه ما هو صحيح ايو شرط يوم بلبرين ايو لكاح هو صحيح قولك الصدحات
وانساي خلافك جل اسكوها فقصان يهي كبدا وان كوغوريي هذا وعي أفرطابة اللي بسوي الشيء قبل العقد أما زوجي يقول له سوي الشيء أما إنك ناقتك بسوي الشيء أما جواده ورجاله يقول له سوي الشيء أنت عن مهر كيف الله يمني بعلو سوي الشيء كه عقدي مرك هذا وعقدي عادي بعلو ردي وحبل لما الشيءين أو قبول كي إجابة لما سويت حجليننا هبل عليه بلوان كوجوريي أنا وان أقبل يصير عادي هيد بعلو جوري عقدي عسي وأصح يا خلافنا كما مجرى معنى كاس كان الله سعطان بمهيمة وحان جاء الله يمرك أنه سواق على النو شافعية ذا كتابة هو وين وإسلام قوارد المنطقة أنه يقانو قيبة كمدعة أنا مسائل كان كاد الله إنه جوجل ما أنك سواق على النو إس كما أنه شيئين ما أنه اجتهادين علماء الإسلام كوحي كي يغيين ما أنه شيئين كوا ملاك قليلنا يا هذا يستين هذا وبلكتاب الله ملا مراجع عن شيء إن شاء الله كمساكين تا إن واحد نساق علىنا إن كتابه هو الرئية الحاول الكبير حاول الكبير واحد إسكاله شيخ اللي يراه له أبو الحسن علي بن محمد بن الحبيب البصري الماوردي ما وردي عام كياي وكتاب وين او طبعوك وكل بدلين اللباتن مجلد يكبلن حاول كبير شيخ خاص تاريخ زغورمه هي صدح بقول لحني افرتي رشي سلف صالح ورقي كسخي وي صدحي بقول قرني مركا وحنا انت شيخ وافر بقول كنت كيف دنتي شيخ اسماء وردي مركا لي كتاب قال حاول كبير وحو ييري وحو كسو هادلي لبدي قيبودا هورا انو شيغيناي او مذهب الشافعي عن لا اوغولين مركا سا وحو القسم الثالث محلل كقيبته صدحات انه يشترط وحال الشرطيه يشترط ذلك عليه ارين كاس او غبدا انو فرا وحال لو شرطيه قبل العقد انت ولي ميرك لا سو غارين با وحال ليه يا غبدا مركات فرتو اما كلا معاملاته فر ويتزوجها مطلقا من غير شرط لكن هذا مركه غبدا لا غورينيو حبلايه ولوان كو غوريي وح شرطينه ما جرو لكنه ينوي وحنيه سنيهي إنه محاك إلى هذا وقبل أن يكمل كوح على عليه أوفره ويعتقد عن كاس اعتقاد فالنكاح صحيح نكاح سوى صحيح بويري أمحو صحيح نقضي ولخلو عقده من شرط يفسده نكاح صحيح وي محايا لي وحو خالكي هاي وعشقك لهين شرط النكاح في سهدي ماشي مسلو قليل wixii awl lagu soo sheegay sidii banaanka la iska soo yiri marka aad gabadhan la macaamalooto hada oo fur iyo waxaasi wax banaanka laga yiri bay ahaayeen sideedana uquuda waxa la fiiriya marka la ridayo wixii soo dhex galo shardi la fiiriya fiiri marka nikaahu arkaan buu leeyahay arkaanta nikaahu waa lix waa zawjayn zawjki iyo zawjadi waa laba waligi iyo shaahideenki waa afar سيقضي أركان النكاح وانتاس زوج هي زوجه وأكو وين لها ولي هي شاهدين وحاوي سيقضي انت مركي لها لي أن النكاح وحشر دي لسؤال حقيقيين هذا لو صار شيء كذي بعديها لقى صار شيء كذي محل النكاح برونية كتاب كان كهذا لي ناي أنا جاب لي حاول كبير وهي شيخ الله واحد وين ما هو ما ورديه قاضي عام كهويه طارق سوحة هاي سان شجني صدق بقول ليه نيا فرتيب ولا شيء مركز على وحيه إن قريب تصدق على أنه يشترط ذلك عليه وحلاش رديا قبل العقد عقد أنت على جارين ويتزوجها مطلقا استمر وحلاش رديم بقول لي لا جورنيا من غير شرط
لكنه ينوي وانيونيا وحن نيسيا مركات قبرنا عندك وحال سيدات حال مرلا معامرة وطاما كبلا أفر ويعتقد أنك هذا اعتقاد فالنكاح صحيح وأصحيا ولخلو عقده من شرط يفسده لكن وحول الشيخ وهو مكروه نكاح محلل شافعي العقد هذا ومكروه وكراهيه وصحيا لكن وكراهيه كراهية محلل هذا كراهية محلل هذا واحد عطاك تكن أجر كي ليسو حتى أدرت ما أدنى الكدن بابين كراهية وطاس محو كراهية النقض لأنه نوى فيه ما لو أظهره أفسده ولا يفسد بالنية شيء لي من هذا ظاهر لها عقد لو شيء لها فساد لها لكن ديل النيود أن فسادين محايا لأن وقفه قد ينوي إن نيود على الأركاء ما لا يفعل وحنا فلين ويفعل ما لا ينوي وحنا النيود لي ما يدنا على الأركاء هذا يعد وحيالا ما انتهى النيود سفراء كما قادم وين أعضاء وكذلك وحيالا هذا النيود ما أذكرت ما أعضاء وأساسه كلوه إن شيخ عين صوقا عن مقالدي سواء سوى الله وحاوي الحاول الكبير وي عقدي أسوحا لكن دي دان إمام مالك وحكى أبو إسحاق المروزي أبو إسحاق المروزي وحو حكاية وشيغي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه مستحب وأبا صنع لكن ناقص صدح كفرة ومالو سو مروين لو حلاليه وانا صاحب كنت حقا يرغورسدو محاكرا مركو لما عامرو انو فرو ابو حنيفه رحمه الله عليه وعلى سنة النبي امام الشافعي انه يقول سنة ما هي وكراهيه لكن هو صح يا نكاحي ما كان عقد لو شيغين ابو حنيفه لانه قد تصير الاول باحلالها له ابو حنيفه وعلى سنة النبي محايا لي نكي هري وهاي سايو كان سو هليو نبوك هالميه أبو حنيفة رحمة الله عليه مركة وحلو دليل شدي بإله سبحانه وتعالى قرآن كريم حتى تنكح زوجا غيره زوجا غيره إلى متقى أن أي قرشة منك رأى غير كئة تسخنك رأى قرشتين معها أنا مركة عندك قرده قرني هذا ما أنا وحشة يا غي إبراهي هلو أنكو قوري أنا وأقبل أي قوري وحيب أنك لقى سويري وحبان معها أخذ يا شقاك ومالك هالك هالك فهمه وكذلك لما رواه الشافعي عن سعيد ابن سالم عن ابن جريج عن ابن سيرين وعير أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا ناقبا أنك يدي وحو كفر صدح دل قضوط وحا خليفة سيد عمر وحاوي خليفة الراشدين سيد عمر بدولتها هيستا صدح وكفري مركا صدح مركو كفري وكان يقعد على باب المسجد أعرابي مسكين مساجد كالبابك البابك مساجد كوحا فريسان جري نين مسكينة هذا هو جران مساجد البابك ضد مسكينة وكاتوك صلاة اسكفر سوا جران ننكي مركا يحاس كيسي واحد يزي على سيد اسكو النقضان صدح ما يسكفنا حلوين واين ننكي مساجد كالباب كسبدا مسكين كاها فجاءت امرأة الإسلام باوتمت ما يذيبا ما متكلا مركا يوتمت فقالت له هل لك في امرأة تنكحها فطبيت معها ليلة ورنية ومسكين كاها مجعشاي إسلام أنت هبين لجوم بيري هبين كلام معامراته محاك ويرى هذا مركز إسكافرته هرين تمررتها نيك مسكين كاب لجويري وليات بسمعلي وحيران جري نيك مسكين كاب على محل الشايو حوالي على سيا لأن ضمير لوحي اللي ما يبوقتهي هسكبنا طبيعي كلا إسلام تلام معامراته إفر مركا نكي مسكين كعبا سأل إسلام تكتري فطبيت معها ليلة فإذا أصبحت مركبة بريشتنا فارقتها وأتفارق إيسا
قال نعم الوان يليا نين ده اسكا مسكين وابعان ولي وناقر واسكا باهم دي اللي هبين قال بيركا قراء ما قلي ما سابري وسكتك إياه نين كي مركا مسكين كاوان يلي بيول ومضى و تغير فتزوجها و قوسدي مركي لو قورنا يا نحمل لما الشيقين عقدي دعالبا لو قوري وبات معها ليلة هبين بو بريي معها مركو هبين كي لبريي فقالت له حيوتري إسلامتي سيقولون لك وحيكو أرانا يعني إذا أصبحت مركز وابريسته فارقها فارق لا تفعل هيالي فإني أنيغو وحيكوتري مقيمة بنا لك عذيقا ما تراوح عرقته هبين كي نكي إسلامتي أبكتيبا شقفي عمو قبتي ما شاء الله إسلامتي واحد ورنيه هاوش ويس بدا شيء مركي واو كوبر يفر بيك وراني هيالي دك جرح وصين بيتري الله في عنك ورقة في عنك يا بنا حبي عرقتي واي هاي مركا هاوشي مركي ساسو على هبينك سيد عمر بابو تقين وحديد قصد وعدارت هاي ان او دي هاوش او برقرام بالواتي تدك برقرام كواتي سيد عمر بابو تقين سيد عمر مركا هو عنان طيب ويقولي نكاح عن نكاح كراهيه وي ان انا سمي ما هين لكن ويري هو الصحيح أن نك ناقت هذا قبل إسمه ودي ذي موقت هاي وناك ناقت ابن عمر ربيعي سيد عمر نك عينه الصحيح هاي وصحيح هاي نك حاسس دايم ويري مرك نك حاسس مرك هو الصحيح تيسرع قبها طور هذا وفريا حطور ربنا ومحانك ويرى هذا وفريا سيد هذا مرك نك اللي هذا جواد عنيه ويحل عليه يو هذا ويفر أصلا شكله يكون عضو مركي واصح يا عقدي حولك مشي سوما نكاس حاسك هاي ساق قبا حضور ما وفريا حضور ربنا وهيسن يا كي هوري افكو مالي ورنا نغا مربون يا دورو مقالاس انت ساوجد بين حاول كبير ان حضين سوق هذا النو شيخ اللي يراد اسغنا كتاب تكمله المجموع ومهذب المهذب يا اسكلا سجنا وحا اسكلا ابو اسحاق ابراهيم ابن علي الشيرازي وحا وي ابو اسحاق الشيرازي بلو يقنا ابو اسحاق الشيرازي بلو يقنا وحا ليري شيخ الشافعيه في وقته شافعيه الشيخ وضعها وقت جيسي ولا يزال يعد من أهم شيوخها الإمام الفقيه إمام فقيه أبوها وعام السلام بالوية قانو شيخ وحورة شي سنة صدح بقول سقاشاً يسأل تاريخ مركي أحي ورقي هروي أبو إسحاق الشيرازي رقان كاد الله إناي ورقي وويناء كتاب كان هذا وحاوي وشرح المهذب كتابك مجموعة الوية قانوي لكن هذا في قرية كلمة ناس محوي الشيخ الشيخ وحوي لمركو باشا كهذا اللي مقالضي أبو إسحاق الشيرازي وأما نكاح المحلل فإن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا نكاح محللك مركا ننكو أوفرو إسلانتي صدح كفرو فإنها لا تحل له إلا بعد زوج وإسابته سيدا إن حاس كيسا تحكو فري وما بنانو إلا أنك لإنه قوسة دم أهاني أو حتى مركز وصفي عنه لما عاملو حتى لما عاملو لما صحي نكاحي دم بي إنه كن نغضو فإذا ضلق إمرأته إسلامتي سمركو فرو أو وانقضت عدة واعدة يدي أي قوضو من حقيسة وحقيسة تحكو فرية ثم تزوجت أي قوشة بآخرة مثل بعد وسجد بعده ففيها ثلاث مسائل صدح مسألات السجن بولي وكتاب قلاوي مهذب أبو إسحاق الشيرازي صدح مسألة فيرسو إحداهن متكملة أن يقول وإنه يراهدو زوجتك ابنتي قبل أيضا كوغوريي إلى أن تضعها إن أضوضي ذو أو إلى أن تحللها إن حلشو للأولي
كي يوراني عدو حلشو أما عدو وديدو لما عاملوتو مركا عدو وديدو لما عاملوتو فلا نكاح بينكما نكاح بمجرو حديب عدو لما عاملوتو نكاح إسكا سكفر ميا وهذا باطل بلا خلاف صدح لي قول الشافعي كنت تكيك وادوي انا ورك صو شيكيني حديب الله وخر ان كان ناقته ما لو غوريو هبل وان كو غوريي بشرط ما كان معاملته او غوريسا هوراي كفرميسا كاس وا باطل باتفاق الفقهاء والحديث في لعن المحلل والمحلل له وكذلك وصفه نبي حكسفي بالتيس المستعار أرجل سوء عريستي نبي وحيري ما تقعنا أرجل سوء عريستي وحاصرنا وحالا وحن باريا حديث كاتا يفضوبين ميرنا قرنا إلا آذيان نكاحا بادلكا أو شروطي سيلواي أو قبولك إيجابك شرطي فاسكا رسوان حقلي بارلا وحن باريا حديث تاس إلا سعوليا حديثك ميراك سوقيري وايهي تاسي وعمد كاس ولأن هذا أفسد كاس وعير ووفس هذه وليعك كدرن يهيبون من نكاح المطعة نكاح المطعة وكاس درن يهيبون محال نكاح المطعة وقت اللي يقعناه لو قمنا نجلس وماها كان وحال ما كان لما عمراته هريك فرمي سابا قول كاسي وقول كشافعي هو وافق صنتهي إننا أصحي النكاحي والثاني قولك اللباط أن النكاح والثاني قولك اللباط مسألة اللباط أن يقول إذا يراد ويزوجتك ابن تيبان كوغوري على أنك إن وضعتها أما إذا وضعتها تضوضيضو ضلقتها وفريسا كوانا كوغوري بشرط ما كان لما عاملته وان يفرطا سفر ما يستطيع هره وان يعدو فرطا ساسو يري ومارك عندك هره وحالة دون نقطة مارك وكان هذا الشرط بنفس العقد شرط يغانا وحو كل حد عاي عقد يغانا ما كلا قورينا يي ففيه قولاني لما قول باكو سنار قاس شافعي لما قول بكلايين وكان ذلك سؤال لي نيو إمام شافعي بقى جديد يقدم كل الأوقع الكلة أحدهما أن النكاح باطل ولقول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له حديث كان كاسر روح باريا يكيكو ريا كاسي دراوة مركا لبضع قول الشافعي هذا متك راجحة النكاح عاصماء الصحية هديبا لو شردي عقدي مركا لما عامرات وعين فرطها ما صحيو عضي نكسر وجود منه مسألة داس الثالث قولك صدح هذا محلك كجرة وعمتك صح ضوء إنه هذا صمالي صميسة أن شرد عليه إنه شرد يوي أما أن شرد إنه لو شرد يوي عليه إنك محللها إنك لو قورنا يوي حبار قبيه قبل النكاح بوح الله شرديا أنه إذا أحللها أما أحلها مركو حلاليه للأول كيور مركو حلاليه لما عمله ضلقها إنه فرو وحلاليه جوانا ملقو قوريه كهر بالسي وإنت عقدي لقاريوه وحلاليه بلو كهر بالقو قورنية بشرد مكا لما عمله توانيا أفرتها نك هبلي باكون نقونيه وقو شرطي قلنا عقدي يميه وابنانك على المسويري أو النواب النفسي استقعب ذلك أنا كان نيودي وحن نيسنا مرقا ونا لم عامره إنه فرع وايهي فعقد النكاح نكاحي باسال وعقدي عقدا مطلقا عقدي أو مطلقا ومحبال دعمك إلا مهرني لما شرطين ومحبال قديسة فيكره له ذلك أنا كأسوأ لوك رهيستي لكن وحولي فإن عقد حدو عقدي وسالهم مهريو إصابة محبات لحيث الشرطين كان العقد صحيحا
عقدي قاسي واصحيح ميركاسي هو أصحيح ميركاسي شافعية واحد إليهين قبرنا هذي أول لقو صوى الشيكيستين إنك هبلا وحلاليه أما قبرنا يك هذي قرسين يكو شيكيستين أما كي هورا اللو حليلي يكن يكو شيكيستين أما قبرنا يولي يكو شيكيستين هذي بمحانكو إرادة بناك عقلي بسوى يري لكن مركي لما يرني أما حبل الشيكين كان العقد صحيحا عقد النكاح هو صحيح وعمدك الصومالي والصميسو وعدد الهلودين الصومالي وعدد علم له وعدد فقه وحشاكتي. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه أبو حنيفة سلع السلقباء مرك الشيخ اسمه الحصول قاطي وحول دليلنا ما رواه الشافعي إمام الشافعي هو شيغيوي أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا نبا حاس كي صدح كفري وكان مسكين عربي يقعد بباب المسجد نن مسكينة أرهمية بمساجد هورتي سفرسان جري فجاءت امرأة الإسلام بأتمد فقالت وحي ترحل لك على امرأة تنكحها وطبيت معها ليلة ورني يوم مرة بطابة ترواك ونن سكا مسكينة ناقمة ماذا قوشنينه وأنا أذكر فصل نقاو بعهم إسلام الهبين قرشته أو مركب بير كحش الهبين كاس أم حان كوير عالم أرورتي فرطة ساس يكتري يا بعهم إسلام تلف تالي مسوا متكلم طبعا إسلام تيوي فإذا أصبحت مركب فرطة فارقتها وفريسة إسلام كلام يكتب يوكي سينيا فقال نعم بلها وأو بعهم قال وحيري فكان ذلك أرنكي وهذا يصيب أولا عينكي هبينك ناكتا لوغوريي هبينكي ولجوغي فلما تزوجها مركو قرسلي قالت له وحيوتها المرأة إسلامتي أنك إذا أصبحت مركز وبريسته فسيقولون لك ضلقها فر فلا تفعلها فل فإني لك أذان كوسق ناضي كما ترى نيو هيالي بيتري سكلك يجوب ويوبكتي مركا كتاب كان عندك سيقول الني وحوية المهذب أن أبو إسحاق الشيرازي أو تعرف سأكون شيئا الني إنه الأشدح بقول سقاشا يسدح لي وجزاكم الله خيرا حضين سوق هذا النه الشيخة صدحات أول محين سوق على الني وحن سوق على الني ووري نك اللي يرادو ما وردي أو الشخص أو الشخص شرازي أقول إيه أو أن سوق على المهذب هذا محين سوق على الني إن كتاب قال نهاية المطلب في دراية المذهب كتاب قص محيك تغانا لوت بالكورك محيك تغانا لوت غانا والقف عن كت أن بالكتابان يسكت أي أنا أشجع قانون بروح رأي فقه كهذا أي مذهب أي أي فقه أي أي كتاب منه ما يقانو حديث كات بلا وردية الله أو المحلل المحلل له بلا وردية حديث يقول جبار يا ملدري ملدري أقول جيا مركز صو أنت أذك هام مغلو أذو مسردي كهذا يا بحرك خيرك صو بلا ويا وركارك كون على محمد قانين الدين عبر تاتك تلاو ما نغانو حشكنا ما نغانو أخرجنا بالجوجا مركا نهاية المطلب في دراية المذهب يا إسكالة وحا إسكالة الشيخ اللي يرادو الإمام أبو المعالي الجويني الملقب إمام الحرمين نهاية المطلب بين سوق عظنينا في دراية المذهب يا إسكالة الإمام أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين وكتابة الشافعية هو وين مذهب الشافعية اعتمد كه شيخ تاريخ زيدان الشيخ إمام الحرمين سلام رواية غنان وحول الشيء أفر بقول سغالية طوانكي وعلى الشيخ وحوها
فقيه شافعي واحد أبرز علماء الدين والسنة عامة والأشاعرة خاصة وعلماء الإسلام هو وين أو عامصا إمام الحرمين كل ولا يغنى الشيخ كتابك مركو كهد اللي هي مثلا محللك وعيري وكل شرط شرط كسته لم نره آنان أرق إمام الحرمين مركو كهد اللي هي مثلا استقونا كتاب كسر نهاية المطلب ودراية المذهب إمام الحرمين وعيري وكل شرط لم نره آنان أرق مؤثرا سقو الصامين فلا كلام فيه وحاجة الشروط اسكا عادي وان قاعد تسول حق الشو سيلا حودي مينين حتى بيع أساس ويهي مرة بعضين شروط ما ملاك شك شيخو لكن علو كل شرط رأيناه آنو أرقنا مؤثرا إنو صامين أيو أو نكاح وحييل أيو فلو ذكرها ديلا شيخ بين الإيجاب والقبول إيجاب كإيا قبول كان بحوظ هديلا شيغو فسد النكاح به نكاح يكفس هذا يا شرطي على سوق لي ولو ذكر هديلا شيغو شرطي قاس متقدما حالو يهي على إنشاء العقد مهرك وبكوه رأيه ميلان سالو سو شيغي وحويري ولو ذكر هديلا شيغو مقدما على إنشاء العقد فالمذهب أنه لا يؤثر صامين ماي. مركان بنان كعكو صائري ورنية وجبر با خواني سكون قنده إيسو غورسو. وعندو سايسو جبر الشيخ وجاي عادي سو غورسين. شرط قاسي وحبش شقك ماله. حاولوا من مايو. هذا الكاس نكلا وحويه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. وذكر مركا أصحاب تبركات وحي شيء وجه ضعيف وواهية أو أحب الله يقرين مركا حديث كان أو نبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له مر والبوحة لوحا باريا نكاحا لسعود حقليي وانكو قوريي ويسكفر ما يسامك الله معاملاته أما وانكو قوريي بشرط وعين عدمك الله معاملاته أذفرته ساسا لوحا باريا مركا فأراد بالمحلل نبي وحوجي إذا محللك الزوج الثاني وأراد بالمحلل له الزوج الأول واللعن اللعنة اللي شيئا يا محمول محلوحا باريا على فساد النكاح بشرط الدلاقي وكفس هذي أو على تأقيته كوختين تيسا وكفس هذي إلى أول وطأة مرك أورسي الله معامل وضع فرميسو فإنه لو أقطها دو وقتي كذلك فسد النكاح من أسله وجها واحدا خلافك مجرو فإنه النكاح مطعتين وي وحالا وحن باريا حديث كاسنا لعادة الشيغية وأمرك النكاح شرط فاسد لسعود حقليو وفي شرط الدلاقي الخلاف المتقدم وليبا مرك اللي قاعدة قوارد وانكو قوري بشرط ويعني ذي فرطو خلاف ما كجربة انت عندي وقدو منه نهاية المطلب ودراية المذهب وفي دراية المذهب وحن سوق قالنا انه وحن سوق قالنا انه الشيخ اللي يلاهده وحن سوق قالنا انه سينا غاية المأمول كتابك اللي يلاهده شرح تاج الجامع للأصول مجلد كثاني وحن شيخ معاصر وشريف منصور علي ناصف وكتابك حديثك تضبط كل حديث قلتها له جمعية أزرقة إسنا مسألة أمركو كهذا اللي يي محللك وعيري واللعن لا يكون إلا لفعل حرام فنكاح التحليل حرام وباطل نكاح التحليلك وعين سوق قالنا إنها دنا
كتابك اللي هو يقانو غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول مجلد كثاني شيخ مركو كهد اللي شريف كمعاصر معاصر كمركو كهد اللي يي مثلا وعيري واللعن لا يكون إلا لفعل حرام فنكاح التحليل حرام وباطل وأقرمه إذا شرد في العقد أنه إذا وقعها بانت مثل كبائن يسوء مركو لما عمل وضبا سما تقعنا أوتوماتيكا يسيفر ميسا أو ضلقها إساقا وفريا لأنه موقت كنكاح المتعة مرك فاللعن في الحديث منزل وحالة جنيا ونكاح مؤقتة مرك وحي العادة وحالة جنيا على هذا وإذا لم يشترط مرك على الشرطين في العقد شيء قفك مرك اللي يقولون إنك أنا عقد مرك اللي يقولون إيه عقدي وحبا لهم الشيئين ولو نوات طلاق هبني يوضو يسوي بعد الوقاعي هبني يسنا ذي صح العقد النكاح وصحيا وكان مكروها لكن وكراهيو أمحو وصحي النكاح أن يقولون يسنا عقد إنه فريع سيب وصحي لأن النية حديث نفسي نية ذو عباح قفك قلب إيسا سكشاك شاكوهي ولا مؤاخذة بي نية ذو قفنا على سماق أبطو وعلى هذا الشافعي وجماعة بل قال أبو ثور وسلف صالح كميدة وحيري إن المحلل ننك ناكت أحلل ننك أقول سبي ما أجور أجربه هليا شاقع رصب قبط نكاسي غير نوع سبحان آيو أنس قول سبين وسبحان آبس حلالي مركا ننكاسي وحيري محلك وما أجور أجربه هليا لأنه كان سببا في عود المرأة لزوجها وهو سبب النقطة حاس كاني إنه محاكو إلى هذا نكا يدور النقطة ونقل عن الحنفية مثل ذلك حنفية نوحى لك صورة راي متكاس وكاله وإذا الحنفية نوحى إليه إنسان أول بس أشياء نبقى بصنا نكاح محللك وحاوي ولبا هو حنيف يسوي رحمة الله عليه وعليه هاي أما الله شر دينه فراء أما مرك الله مع أما الله صار يسوي كلا قاضي وما يمطلق ما يسوي يسوي لأبو حنيفة رحمة الله عليه ولا لي روح أوضا بيا أو إنه مثلا كومن كسر قالنا إن وقت أنا قدر أنا ملاه الوصيد كتاب كله كان الوصيد أو تدور كتاب ومن بقى شايف إيجا مدورات كا كوجو وين كجرة يا اسكال استغنى الامام ابو الحامد محمد الغزالي احمد الطوسي النيسابوري السوفي الشافعي الاشعري احد اعلام عصره وقت قيسي ضدك ابو عامصن كجري اسلامك وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري وحين سوقنا بين النري أن نعوضا بإن شاء الله تعالى الوصيد ووصيد وكتابة الشافعية مذهب الشافعية كتابة هو وين متكمل الوصيد بين سوقنا هنا أن الإمام أبو حامد الغزالي وعلى المتقان نيسابوري بوها السوفي الشافعي الأشعري أحد أعلام عصره وقته ستتك وعام صنع علم رقيها وأحد أشهر علماء المسلمين هضبة يولي في قرن الخامس الهجري شيخ سيوحو لشي تاريخ الهجري أمريكا ينأفر بقول يكونتنكي وحو دنتي إلى شام بقول يشنتي إمام غزالي مركب علماء سكسو كوبي الناي شافعي لو وين شغنا اغواشي كجرتين و يري وهذا الشرط شرط كان او محلل كلا شيغيو اذا لم تقارن وهذه شروط شروطا او شروط دي اهيد مركا لما عملت هريك فرميسا اما مكا لما توعينا فرتو
شروطها سوية. وهذه الشروط إذا لم تقارن العقد عقد أمرك إن الله حرير سنية نكاحة لا تضر دبي ميسو واحد بعتاء وجيشان ميسو مركا كاسنا وحوي إمام غزالي كتابنا وصيد وهي مركا ولا ليال وحوم ملاين يا إن يكون صوران تاين تاس كفاية أنا وحوي كتابه إنسو جورني وكتابه الإسلام هو وينا وحين يكون صورنا إن محللك نكاحا محللك لو يقانو إن إمام الشافعي أبو حنيفة وحيليه وأصحية حدان مركا قوالا اللي قولنا يا عقدي لو لحشيقين وليبقى أبو حنيفة وحولي حتى هدي لو لحشيقين بمرا شرطي قم فاسي نقونا إياه نكاح وأصحية مركا وحنا عرون لها وليهان دينة الإسلام لقيا واسكد حقيلي يا أفراد كسا أنا قاعد مثلا أول ما مرة شيقني ما يراها أصلي وقيل غير ليان أو كان هالله يان وروح يدين تسلام كشاكين ناي أنه عقل قبل آدم كي أن تتقار عقل وتمسح أنه كتاب إسلام كوكواس هالآيات آيات بقى شيقية إلهي سبحانه وتعالى حليه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون آيات داس دادك سيادة دادكو على الغباء داد علم لو حلويديو إيا داد علم قبرته إيا داد مدى النبات قليين نغلان ولا تقولوها أورننا لما تصف ألسنتكم عربي يدين وحا أي محاك صفيان يعني أكذب إيا بانا وإذنكم بان يوحا هو نفسي مركا هأرننا هذا حلال وهذا حرام كانوا حرام كانوا حلال لتفتروا على الله الكذب سي لا يدش سبان أضوء أبو رطان إلا وحا يقف عن علم الهين ومسائل وأوين ومسائل وكلا كهد الله إياه وحا وي قرآن كي ومالك قد عيا ابني مالك قد عيا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كو إلهي كو بين أبو رطان إياه أو بين تشيغي وحاوي كواس من اليبانيان إلهي وحولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نبي صلى الله عليه وسلم يقولي إنما شفاء العي السؤال قفك جاهل كأوحاوي عاف ما تكيسوا إنه ضدك وح سؤاله نبي صلى الله عليه وسلم هذا سنحوك الوحولي هاي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قفك إلهي ودين تفهم خير رد ودين تفهم سيا حتى ربطان يا مسائل الشيكتان دين تفرطا لكن ما راحك قيلنين أوه ما لها عطاك اسمه معينا مركة والسلام وجزاكم الله خيرا لما أنت خير بأن إن شاء الله تعالى رجعينا والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله آدي آدمان الدين سلامينا آدي آدمان مهسنتهين وإذا كما هذا علينا نرنانتي لغيسك آد لغيستين إيو سيدة آد وصبرتين إيو حانفيرا يانين آد فائدة وين كلانو غنيسان هلكن ومسائشان آد كجهري بحدين نوحنا ربا هل سؤال أو هل كان ولال صادق سعيد ياسين أي سؤال هل كان صادق يوحو لي هاي هدي ننكا وناك تيسا وفري ننكي وحلالين أي همينكا ناك تلسي حذيب ولي هاي مركي صبحي وفره ما كعودة ترسانيسا هذا الكوحوية هدي أو قوادي وفره ننكاني ما كعودة ترسانيسا ميدان مارتي ننكا ندنبي ما كعودة ترسانيسا سؤال شاكر يا إيه مغطي ولا ليال إن شاء الله تعالى الشيخ أنكو علينا إياه هدي سؤالك لترى إن شاء الله تعالى صوكوبة وجزاكم الله خيرا السلام عليكم مرحبا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم ها سؤال شو كعد رسين سا وحين الشيخ ناقد صدح مرة كفرا نين وعشر دقيقة كيور قرشته إيه نين دنبه قرشته كدنبه إيه لما عامل وضو إيه كدنبه إيه دليل زيكا بحضو إيه مركا سؤال شو بلان صور نوحا ويا نين كدنبه هبينك لما عامل وضي ويكعد ترسان إيسا محايا لني بابه قرشته أفرايا والله أعلم. إن شاء الله تعالى واحدة ما ومتى يده أحبتي في الله إن شاء الله تبارك وتعالى وحن نادي هذا مرة بعد مرصد أحد من كمان علمني الناس إذا ونكسن أدوش ودويسين أدوش شرقريسين إن شاء الله تعالى مسألة قف كده باهي وقبح وإن لقى فائدة يو وأقول لابته وحن ربع إن شاء الله تعالى إن أنا كوب شاريه برنامج كان يو فائدة بهوين تفيسبوكا
هذه رهيد ما وين كلاس عندنا مسائل وحن كهل دونا مركب نوحيت هذه رهيد ما هذا مسألة دي دق دقة وحن سيدين شجع يعني ميسك الناس عارنت هاي وعم بحثي قدي كتير إن شاء الله تعالى سو فنا عن وقال دونا وما رتي وافية مسألة اللي يقانو مطلقة الثلاثة أما طلاق صدح ذا هلك مرة لإسرائيل يقابك ويهي هذه إلهي أقول هذا إن شاء الله تبارك وتعالى أحبتي في الله وحان رجينا إن شاء الله تعالى وحي سؤاله إن أنه وصو دير دونتان عنوان كان شيخ عمر حاج أحمد صقر هذا عن ذكر هذا إنه إيو كنكلي حسن يوسف إيو كذلك الماركتي مؤسسة بيجة كل هذا مؤسسة بدر إسلامي كورغانيسيشن إيو ماركتي وحي لامي دا كنتكتية دي لغانا كيلي كرتانين هذه إلهي أقول هذا وحن كلام ماشي كم غنان دونين إن شاء الله تعالى برنامجك بلارنا دفاع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هي كذلك دين الإسلام كي توحيد كدفاع الدين تاسو إن شاء الله تعالى بلنتين وعيتهاي إن مر البابد كدفاع عنه عدوغا هي بدا عدا دين الإسلام ك نوع كسو أيهين وإن أتقنا عنه هدي إلهي أقل هذا إن شاء الله تعالى هذا وحك له سؤاله ترين إن آدي آد بان إدين كما هد علينينا إن تاسانا كسو كوبينا هدي إلهي أقل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى وإنو كلام تيدن بي أو حيص له وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد شعلهي إن أنا لكن كسلام صاحبك غالي جاء ورالكي أبشر حسين نور كل ينصرام يا لما أنتي ما شاء الله تعالى وحن كلوا مرة السود وين يا سجن السود وين يا ورالك محمد المارك تي قومي لما أنتي بورا ليال وحي ما شاء الله قشة إن شاء الله تعالى وريكور جروبيان هل كم بعد كوا ضعلاندون تدي بوا ضعلاندون تان هادو إلهي وقال هذا إن شاء الله تعالى وما سنتها ورا صادق سعيد ياسين وحفلة يا إن شاء الله تعالى سواشينا إن تكبرتي لما أنتم بإن شاء الله تعالى مرة لبادية مرصد حظمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.